أمي كان مرة صوتها جميل، كانت طبعا كأي أم بيتها مدري إيش، لما كنت أروح عندها في العطل أقعد معاهم كذا أشوف أمي تغني فريد عبد الحليم أم كلثوم، فأنا كان يعجبني يجذبني صوتها، بقول الله لو صوتي زيك يا ماما، أبغى أغني زيك كذا صوتي يكون حلو. فمن هنا أنا ابتديت أحب أو أستشعر إني لي شيء، يعني إني ودني بتمشي مع الموسيقى، ودني إحساسي بيمشي مع صوت جميل يعني أو كذا، لأن أنا كنت طبعا ابتديت أسمع معها، أسمع 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 إسمهان، أسمع أم كلثوم، فريد. هي أمي كانت عاشقة لفريد طبعا، كان قبل كذا في المدرسة وأنا صغيرة لما كانت أناشيد أو مثلا محفوظات أو حاجة، أنا عشان أحفظ محفوظة في هذا كنت ألحنها، أنا أعملها كذا زي الأغنية أحفظها بسرعة، فما كنت أنتبه بس كنت أحب الشيء هذا. لكن المعلمات وكذا لما يقولوا لي يقولوا لي صوتك حلو والله، فكرة إنك أنت تلحنيها عشان تقوليها، طبعا البنات صاحباتي لما كنا قاعدين في الساحة أو في الصرفة أو كذا، واحدة كده ما تقولي تحت تعالي قوليها بصوتك، قوليها بطريقتك عشان أحفظها بسرعة. فكنت أحس إنه اللي حواليا يحبوا الموضوع ده. لما كنا نجي في آخر السنة نعمل طبعا مش زي هنا التخرج أو حفلة آخر السنة، فكانوا دايما يقولوا أنت صوتك حلو، اطلع يقولي لنا مثلا نشيد فلاني وكذا، أحس استحسان من الناس، فكنت أنبسط يعني أقول والله ما يقولي صوتك حلو، قولي ذا وقولي ذا. فحبيت الغنى، حبيت من الناس حواليا يعني زي لفتوا نظري لشيء، من أمي. أمي لما كنت أنا أغني وراها تقول لي والله صوتك أنت حلو، أنت الوحيدة في أخوانك اللي طلعتي تحب الموسيقى زيي، تحب الغنى زيي. فتعرف عجلة الحياة تمشي يوميا كذا، فابتديت أحس أنه في شيء في جوايا بيكبر يكبر يكبر معايا.